رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة المنتخب التونسي ضد غينيا واختيارات المنتخب الكبير في القائمة. سامي العكريمي ضيفنا كذلك منجم إبراهيم. سامي شد صحيح باش يحكي على الجارديان. بون هو عندك حق سامي، خاطر الاختيارات مش مفهومة شوية. علي الجمال وبشير بن سعيد القائمة الماضية كنا وينهم وقت اللي كانوا يلعبوا، اليوم فماش حتى معناتها حاجة باش تقيم عليها الجارديان، هذوما باش تعيط لهم. شنو تبدل بالستاج الآخر والستاج هذا؟ شنو رأيك؟ شنو تعليقك سامي؟ هو ثم حاجة أنه كرة القدم التونسية بعد تقديش من عام، معناتها بعد تقديش من عام تونس القدم، معناتها كرة القدم التونسية اللي كونت عياشي وكونت قانون وكونت عبد الله وكونت طبقة وكونت النايلي وفرجاني درويش، معناتها وفرجاني درويش، معناتها كل فريق كان عنده ان جران جارديان ينجم يقول لك منجي بن ابراهيم. بون وصلنا لها، نحن الحكايه هذه وصلنا لها. المشكله اللي موجوده انه يجي المدرب الوطني يقول لك راهو ما عنديش مشكله في حراس المرمى ولا في الترتيب نتاعهم شكون الاولويه. كل حسم قال هو فاروق بن مصطفى، شفنا فاروق بن مصطفى الى اين دنا المستوى نتاعو. جاء معز حسن، صحيح انه معز حسن من غير فريق، لكن معز حسن بالنسبه لي شخصيا هذا تقييم فني لمعز حسن، احسن منهم كله. معز حسن حتى نون كومبيتيتيف وحتى عندوش فريق، شفنا المباريات الاخرانيه ومنجي بن ابراهيم، دول اللي تكلمت انت على مباراه الجزائر، كان مش معز حسن كنا نخرجوا معناتها بنتيجه اثقل برشا. به معز حسن ده جون سي با، ما نعرفش شكون معناتها لاجون تاعو، شكون الجير سكارير، انه حارس مرمى عنده موهبه يقعد ترقديش معناتها من غير فريق، هذا معناتها بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره ياسر. توا نجيو معناتها للقائمه هذه، هو شد صحيح في يلعب في اوروبا، جاو عروض من تونس لفظهم يبقى في اوروبا. انا عنده السيد هذا عنده اجان، ما تنجمش تلعب في اوروبا، ما قالوش حتى في الدوزيام ديفيزيون، اي ما قالوش، اذا كان اجان هذا ما قالوش معناتها فريق في اوروبا. يا اخي ما احنا ما تكلمناش على تشيلسي ولا هو في تفسير منظر كبير، علاش ما عيطلوش؟ يقول كان استاج الماضي كان في رانس كان يترينا على الاقل، توا السيد ما عندوش حتى فريق، بطل معناها ما ينجمش يكون في منتخب وهو ما عندوش فريق. دونك ولا هو المشكل، لذا بالقائمه هذه الحاليه ويجيب شي سانك جارديان اخرين مش تبقى مشكله حارس المرمى قائمه الذات. وشكون قائمه الذات وباش تعمل مشكله؟ توا مثلا نشوفوا تكلم على بن شريفية من حقه ان يقول انا نجم، معناتها نجم نكون ويلزمني نكون في القائمه هذه. وقتها يبدا يلعب واحد معناتها خاصه حارس المرمى وما يكونش معناتها ما يكونش ممتاز، تصير مشكله. يقول لك الاخر زاد الزوز الاخرين يقول لك لا ما نلعبوش نحن. اذا ما تفضتش المشكله هذه وما تفضتش عند وقيت المشكله هذه نتاع حارس المرمى، ما انت مش نتاع اليوم، مش تبقى معناتها نقطه ضعف للفريق الوطني، لكن زاد ضعف ايضا المجموعه. تعرف وقت يبداو ثلاثه معناتها لاعبين فرد بوست وما ثمش واحد كي سامبوز معناتها وهو لو تيتولير ابسولو، باش تولي معناتها مشكله في وسط الفريق. كيف في تعليق على النقطه هذه سامي، نحب نقول شيء شنو قال منظر كبير باش تبدا توضح الصوره على العباد اللي تسمع. قال من هنا القدام ما عرفش يكونوا معز بن شريفيه وفريق بن مصطفى يلعبوا في نفس الفريق مع بعضهم في المنتخب، معناها على عكس اللي صار في الستاج الماضي. قلت لك عاد لانهم الاثنين هذوما كانوا في المجموعه، والاثنين هذوما كانوا في الكونكورونس، والاثنين هذوما حتى واحد ما فرض روحه بصفه نهائيه على مستوى الفريق الوطني. يقول لك هو مشكل اموا، لكن زاد تم حاجات اخرين الحكايه هذه، حاجات اخرى العلاقات ما بين حمدي المدب ودي الجريمه، ما عادش العلاقات تقبل. اسمعني، العلاقات ما عادش تقبل، دونك العلاقات ما عادش تقبل. اي شنو علاقته بالموضوع؟ شنو علاقته؟ معناتها كان جت علاقات باهيه بن شريفيه يكون في ال يكون في فاروق بن مصطفى يلعب في الدرجة، لا يكون في المجموعه هذه هو وفاروق بن مصطفى، وكما كانوا قبل هو فاروق بن مصطفى، وفي الاخر بكل جاب بن شريفيه وما نجحش، وجاب فاروق بن مصطفى ما نجحش. الشال اللي نجح وعنده اشكاليه كبيره اللي تكلمنا عليه توا هو معز حسن، لكن كيف انت باش تبدا تصفيات كاس عالم وما عندكش معناتها حارس اساسي؟ عندك حارس اساسي اكل عام وقتها
عبد مجيد الشتالي لعب الكارتة متاع لعب الكارتة متاع النايلي. الكارتة متاع النايلي نجحت بالرغم من عتوقة وحتى حد بعد بعاود لام عليه. لكن اليوم معز حسن فاروق بن مصطفى ما تنجمش وتوا توسعت الدائرة متاع متاع حراس المرمى هذه توسعت مع انه توسعت الدائرة هذه مش باش يلعبوا كان باش يجيب عليه جمل ولا هذا مش باش يلعبوا باش يبقاو الزوز اشخاص هذوكم الزوز هذوكم باش يتعاركوا على بلاصه. لذا بالنسبه لي انا ثم اشكاليه كبيره على مستوى حراس المرمى اليوم في الفريق الوطني. والا انت كمدرب وطني ما قلت انت فاروق بن مصطفى امشي في الاخر مع فاروق بن مصطفى هو اول ما جاء حط فاروق هو حارس لوكو المنتخب قالها قال راني ما عنديش مشكله نتاع كونكورونس راهو ثم ان بروميير غارديان وان دوزيام غارديان وان تروازيام غارديان قد بلاصتو في ترجي من بعد هذاك وقلت لك ما هذه المشكله هي على المستوى هذا على مستوى الحراس الساعه لانه في الاخر بكل مش معناتها المشكله الاوليه الحارس كيس الحارس معناتها المستوى نتاعو يكون معناتها متذبذب للحد هذا لذا معناتها المشكله هذه باش تقعد تتبع في الفريق الوطني واللي باش يهبط نهار المباراه نقولوا يهبط اليوم في فريق بن مصطفى وحارس المرمى يعرف منجم ابراهيم يلزمو اون تري غراند كونفيونس وقتها يهبط ماهوش متمكن ومش يهبط ما عندوش الثقه في نفسه مش تبدا عندنا مشكله حارس مرمى ونجم يعمل اغلاط كبيره ياسر كما عملها بن شريفيه كما عملها فاروق بن مصطفى. سي منجي فهم لاعبيه في القائمه كانوا يستحقوا يكونوا موجودين؟ وراو اليوم هاني قلت لك ممكن ان الشيء اللي اسفني سي كي تشوف الترجي الرياضي التونسي سي با معناها الترجي الرياضي التونسي تلقى لاعب بركه موجود في الترجي الرياضي التونسي موجود في القائمه كي تشوف انت النجم الرياضي ساحلي كي تشوف النادي السفاقسي يعني بطولة واقفة ممكن هذا يكون سبب النادي الفقه هذا اللي معناها حتى وقت البطولة مش واقفة حتى مش واقفة زاد اتونسيون يافي كو دو جوار الماتشات الاخرانيين يافي كو دو جوار يلعبوا في الدوري التونسي لكن نقول انا تو سامبلومون اللي اليوم راهو دابور اون بارلون دو فاروق بن مصطفى سي ان ايرور دو كاستينغ قدومه للترجي الرياضي التونسي كي تبدا عندك معز بن شريفية في الترجي الرياضي التونسي اللي هو المنتخب سافات كري ان بروبليم اون انترن شيء مهول راهو لان حارس مرمى شفت ايش نقول لك حاجه شوف الحارس مرمى اللي في النادي الصفاقسي كان احتياطي ايمن دحمان ايمن دحمان ومن بعد ايمن دحمان ولا تيتولير اليوم حارس مرمى نتاع النادي الصفاقسي لو جور ويرجع ايمن دحمان يفا بلو اكسبتي لا سيتياسيون اللي هو باش يرجع احتياطي حارس مرمى سي سبيسيال اليوم اذا كان ما عندكش استقرار او نيفو دو غارديان بوت اكسبسيونيل شوف انت اتونسيون لو غارديان بوت راهو سي لو كابيتان سي ابري لونترونور سي لو غارديان بوت علاش؟ خاطر عنده ليسباس كبير برشا قدامه شفت اللي صار برافو عليه شفت اللي صار مع ايغو لوريس مع سون لاتاكون تاع توتنهام وصلت بريسك اون باغار توتنهام ولونترونور تاع توتنهام سالوه قال لهم جو سوي تري تري فيير دو لا رياكسيون دو مورينو وقتها ايغو لوريس هو سامحني اسمع في سبيل الواحد تصير مشكلة أيضا في باريس سان جيرمان ما بين دونا روما والآخر. سا سي سيغ. في ماتش انترناسيونو كل دونا روما وما أدراك ما دونا روما وكل باش يقعد رومبلاسون سي فري هو قبل المبدأ لكن باش تصير مشكلة هذا باش نشوفوه باش نشوفوه سي فري كما قال باريس سان جيرمان باسكو دونا روما أيتي امبوزي تخديم المخ نتاع ليوناردو ريان كو بور ديفالوريزي ليكيب دو ميلان باش ينحيو لهم بريسك بلاش. دونك سي ان ريغلومون دو كونت اي ارجع للسؤال دونك مشيت لي غارديان ما جاوبتنيش على قلت لك فما ملاعبيه اخرين يستحقوا يكونوا موجودين في المنتخب والا هذا هما الموجود انا ايش نقول لك حاجه ثم ملاعبيه اللي يجيو ماهمش قاعدين يعطيو لو بلوس في الفريق الوطني التونسي يلعبوا لبرا برشا لكن اليوم فاروق الميموني انا كنت النجم نعيط فاروق الميموني فاروق الميموني كنت النجم نعيط له في الفريق على اساس شنو من با معناتها اساسي في الترجي هو يلعب ايش نقول لك هو مظلوم في الترجي التونسي خاطر اليوم اذا كان تلعب بنغيث وتخلي فاروق الميموني امونافي فاروق الميموني بارابورا بالغيف الى ميور ماهمش فورت بوست سيمونش لا يلعب يلعب بلاصه الهوني هو ميموني اي مي بريسك شو هي جا نقول لك راهي سي اون كيستيون دو كومبليمونتاريتي اليوم ثم جوارات باغ اكزومبل عزمي غوما في النادي الصفاقسي ثم ملاعبيه اليوم شو اليوم راهو سي ني با فاسيل اليوم الشامبيونا واقف باش تلقى ان شوا تري تري فاسيل علاش سورتو كو الشامبيونا نتاع تونس تغير برشا راهو
ثم برشا فرق تلعب بخمسه ملاعبيه جزائريين، زوز ملاعبيه من الافريق، دونك سافا كري ان بروبليم تحب ولا تكره. اليوم لا بروف الفريق الجزائري اذا كان يتغل في الملاعبيه اللي تلعب كلها اون اوروب سافا تو دير. اما اليوم راهو بالسؤال اللي تسال فيا يفاليك لو شامبيونا يبدا pour la découverte de joueurs de nouveaux talents باش ينجموا يعطيو الفرق. انت اليوم ثم جوارات اللي في اوروبا ils sont pas exceptionnels وتعيط لهم في ليكيب ناسيونال خاطر يلعبوا في اوروبا au détriment d'un autre joueur تونسي. انا نقول tout simplement فرق الميموني علاش ما تعيطلوش par rapport à la سيف الدين الخاوي لو بلوس اللي يعطي فيه par rapport à ماهوش غوشي. هو اليوم عيط سعد بقير تنشوفوا لا فالور اللي باش يعطيها سعد بقير للفرق تونسي لو بلوس اللي باش يعطيه. لكن اليوم كان سالتني السؤال هذايا قبل اليوم الصباح نجيك افيك دي جوار اللي نجموا يعطيوا الاضافه للفريق الوطني التونسي ويستحقوا. اليوم راه اون نو بو بلو فير في ليكيب ناسيونال دي تيست دو جوار. اليوم الجوار اللي باش يجي لليكيب ناسيونال يدو تيتر بري 100%. سي موجي من هنا سامحني متناقض في كلامك، فريق ميموني وين تشوف فيه بريم وين كونفيرمي معناها؟ حتى مش لا حتى ماهوش يلعب سيد في جمعيته وين يدخل يعمل فارق. انا شو فريق الميموني انا حكيت عليه قبل واليوم انا كي نقرا انترفيو نتاع طارق غياب سافيتو دير دونك اسطوره ويعرف ايش يتكلم ويعرف ايش يقول مستقبلا يمكن. اما اليوم بصراحه سامحني اليوم قاعدين نعيطوا دي جوار بور بريسك لي تيستي في الكاليفيكاسيون كوم دي موند اليوم. صحيح ولا لا؟ ثم جوارات نعيطوا لهم بور لي تيستي او نيفو دو لا كوم دي موند. انت سامحني توا مجبري حنا بعد المجمع مش نفس الكا جو سي مي كاتي لامني اون بلوس ليكيب ناسيونال تونيزيان لليوم التوا اليوم اون فوار بور لو جوجي. انا نقول انت سالتني سؤال كو جو ماتوندي با خويا سلام باسكو جيتي با بريباري ا سا. اما راهو قلت انا قبلها في جريده لابريس قلت الحاجه اللي مخوفتني سي كون فا افوار ان او دو جوار ماكسيموم دي شامبيونات تونيزيان. هذا اللي صار. شنو حبيت تعلق؟